السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الناس ديال القناة ديالي، جيسبيغ راكم بلاح. الى ما تشوفوا القناة ما تنساوش ديروا الابوني ولايك في الفيديو باش توصلكم الجديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم فيديو جديد اللي كيهضر على الناس اللي عندهم اعاقة وبغاو يدفعوا الجنسية الفرنساوية وخايف ان الدوسي ديالهم ما يدوش حيتاش عندهم اعاقة وما كيخدموش وكيشدوا واحد المعاونة اللي هي اللي كتخليهم باش يعيشوا باش يخلصوا المعيشة ديالهم ديال تولي جوغ. اسكو هاد الناس، هل هاد الناس اللي عندهم الاعاقه، هل هاد الناس اللي عندهم مشاكل ديال الصحه يقدروا يدفعوا الجنسيه الفرنساويه واخا هما ما خدامينش؟ واسكو الجنسيه ديالهم غادي تقبل اه ولا لا؟ غادي نجاوبوا على هاد السؤال هذا في هاد الفيديو، لانه هو لوبجيكتيف برينسيبال. اولا الناس اللي هما عندهم اعاقه، يعني الناس اللي اونديكابي ولا الناس اللي معروف كانهم اونديكابي، يعني اللي ريكونو كوم بيرسون اونديكابي، عندهم واحد لو بورسونتاج، يعني كاين اونديكابي موان 50%، اكثر من 30%، اكثر من 50%، بين 50% و 79%، اكثر من 80%. اون فوا فاش كنكونوا ريكونو اونديكابي، يعني فاش كنكونوا صاي عرفتنا الدوله بلي رحنا كخدامين عندنا اعاقه، كيعطيونا واحد المعاونه اللي كتسمى على AAH، allocation aux adultes handicapés، allocation aux adultes handicapés. هاد لالوكاسيون هي منحة مالية اللي كتكون 800 ولا 900 الاورو باش الناس كيعيشوا فيها. واش هاد 900 الاورو اللي الناس كيشدوا يقدروا يدفعوا بها الجنسية الفرنساوية اه ولا لا؟ اون برانسيب، يعني دو مانيير جينيرال، فاش كتكون عندك لاش وانت معروف بانك اون ترافيير اونديكابي، الدوسي ديال الجنسيه كيدوز واخا ما عندكش داك السالير ديال 15000 اورو. خاصك تدفع لهم لاتيستاسيون ديال لا ام دي بي اش، لا ميزون دي زونديكابي، بلا راك انت فريمون ريكونو، لاتيستاسيون دو بايمون ديال لا كاف اللي كتعطيك بلا راك كتشي طون 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 اون طون كو ترافيير اونديكابي. ولكن اتونسيون، الناس اللي ترافيير اونديكابي و خاصهم يقلبوا على خدمه اكوتي، ضروري يقلبوا على خدمه اكوتي، الا ما كانوش مخدامين سان باسخا با. الناس اللي اونديكابي 100% ولا يعني ولا 80% ماشي ضروري عليهم يخدموا اكوتي، هادوك ماشي مشكل، الدوسي ديالهم سا باس اون جينيرال، ما كاين حتى شي مشكل. ولكن الناس اللي عندهم 50% 30% 40% عندهم غير ان كومبليمون، خاصهم يخدموا باش يكملوا ديك السالير مينيموم ديالهم اللي غادي ديكلاري، يعني غتعطينا زافي دامبوزيسيون اللي فيهم واحد ديجا واحد المونطون، بلوس لي زاتيستاسيون دو لا كاف اللي فيهم واحد المونطون اخر، ولا لا سوم هي المونطون اللي غادي تدوز لك تا دوموند دو ناتوراليزاسيون. الوغ كاين بزاف د الحكم، بزاف كاين واحد الحكم وبزاف ديال الحكم دي ديسيزيون جوستيس ديال لو تريبونال ديال فرنسا، لي لو كونساي ديتا، باردون لا كور دو كاس، لو كونساي ديتا باردون، قال لي بريفي عطيو الجنسيه لواحد الناس حيتاش كانوا كيشدوا لا اش، والبريفيرو رفض ليهم الجنسيه حيتاش قال لهم انتم ما خدامينش باش تقدروا تعمروا ديك لا كونديسيون ديال لاسيرسيون بروفيسيونيل. لو كونسي ديتا الى دي لا حيت ماشي لا فوت ديالهم، هما ما خدامينش حيتاش راهما اونديكابي، دونك ضروري عليك خاصك تعطيهم جنسيه فرنساويه حيتاش هذاك السالير ديالهم ستابل، ماشي دو لوغ فوت مي دو لوغ ايتا دو سونتي. دونك هذاك الشيء اش بغيت نقول لكم، بلا الا كنتو كتشدوا لا اش في تروكونو كوم اونديكابور اون ترافاي اونديكابي باردون، غادي تشدوا الجنسيه ديالكم، ما غادي يكون فيها حتى شي مشكل. فوالا، نتمنى نكون جاوبت على الاسئله ديالكم في هذا الفيديو هذا. الا كان داك الشيء ما فهمتش مزيان صيفطوا لي ميساج في الكومنتير، غادي نقدر نجاوب شي وحدين الا كان الكومنتير ديالكم بيرتينون. وما تنساوش تابوناو باش يوصلكم الفيديو، تاكتيو لا كلوش باش يوصلكم الجديد ديالي على كويد دوغ ولا كويد دوغ شانيل. تهلاو فراسكم اي ا تري فيت بوغ نوفيل فيديو لي زامي.